نصر عبد اللهوي، نائبة رئيسة جمعية إسري للتنمية والثقافة والفن. في إطار الحملات التحسيسية والقوافل الطبية اللي كتقوم بها الجمعية في إطار السنة ديالها، اخترنا منطقة ماسين باش نديروا فيها واحد القافلة طبية متعددة الاختصاصات، وبشراكة مع جمعية ماسين ولاد رابح اللي كان نشكرهم بزاف بزاف على المجهودات الكبيره اللي بذلوها والمساعدات اللي عطاوها للجمعيه ديالنا، لان لولاهم ما غاديش تكون هذه القافله تندار في هذه المنطقه ولا ما تكونش ناجحه بهذا بكل المقاييس. وكنشكروا الاطباء طبعا اللي جاوا معنا واللي متعددي الاختصاصات، ونقابه الصيادله اللي مدونا بالادويه، ونتمنى ان شاء الله باش يكونوا كاع السكان ديال المنطقه استفدوا من هذه القافله الطبيه، ونتمنى نديروها مره اخرى ان شاء الله. اختصاصات يعني اللي اختصاصات كان مرض، كان القلب، كان طب الاطفال، طب النساء، طب العموم، طب عام، طب عام، كان طب العظام، طب العيون والاسنان بالنسبه للاطفال. أسنان كان بالنسبة للأطفال، وقمنا بواحد الحملة تحسيسية بالنسبة للأطفال لاستعمال الفرشاة ومعجون الأسنان وتوزيع الشيتات من معجون الأسنان وطب النساء. طب النساء إن شاء الله نكونوا توفقنا في هذه القافلة. بالنسبة لكم أنتم كجمعين، وسبق لكم يعني كنتوا ديجا يعني دخلتوا شي قافلة طبية؟ هذه أول قافلة طبية، ولكن شاركنا مع جمعيات أخرين في قوافل طبية أخرى، وكان عندنا حملات تحسيسيه. فكانت عندنا واحد في مدينه بركان على داء السرطان، على سرطان الثدي، وكانت هي يعني واحد الحمله ناجحه، استفدوا منها تقريبا 150 امراه، وكانت مع اطباء متخصصين. الافاق المستقبليه ايوا ان شاء الله حنايا متخصصين نجاح. نتمنى يكونوا بزاف ديال الانشطه، مره طبيه، مره ثقافيه، مره رياضيه. ما عندناش يعني ان البرنامج ديالنا مفتوح ان شاء الله. اخر كلمه ايوا، نتوجه بالشكر الجزيل الاطباء اللي جاوا معنا وتحملوا عباء السفر وساعدونا وساندونا، وبالنقابات الصيادله، والشكر موصول حتى كذلك لجمعيه ماسين ولاد رابح، وعلى راسهم السيد رئيس الجمعيه خالد فرحان، وان شاء الله نكون عندنا معاهم انشطه اخرى. شكرا.